مثال ثالث 10-3 صفحة 418 يقول draw the shear and moment diagrams for the beam shown in figure. Neglect the effects of axial load. اهمل تأثيرات القوة المحورية. فعندنا هاي العتبة اللي عبارة عن propped أو fixed من الطرفين، فتحتوي على كل مسند على 3 reactions، لكن العتبة تكون محددة غير محددة العفو من الدرجة الثانية على اعتبار هذا اني نفس القيمة صفر، فيكون عندنا فائضين، فمختار هو هنا العزم A والعزم B على أساس قوة فائضة. نحصل على primary structure، نحول المساند من fix إلى hinge برولة أو hinge برولة على اعتبار يكون لازم تحول المنشأ إلى محدد استاتيكيا تقدر توجد الرياكشنات، وهذا بالقوة الحقيقية. فتولد هنا زاوية ثيتا A وهنا ثيتا B مطلوب حسابه. المنشأ الفائض الأول أو الريدندنت يسلط المومنت بـ A، راح يتولد عنده ثيتا AA اللي هي الزاوية A، نتيجة تسليط الحمل بالنقطة A اللي هو حاصل ضرب العزم في الانحراف باتجاه AA، وبالجهة الثانية راح تكون عندنا زاوية B أو ثيتا B A اللي نتيجة بالنقطة B نتيجة تسليط الحمل في نقطة A اللي هو يساوي MA العزم MA في ألفا AB. ونفس الشيء المنشأ الافتراضي الثاني اللي هو نسلط العزم B، يتولد عندنا زاوية BB اللي هي جذر العزم B في ألفا BB، والبعيدة تكون ثيتا في نقطة A نتيجة العزم أو القوة المسلطة بنقطة B. وهنا كاتب معادلات الكومباتيبلتي أو التوافق، إنه العزم الأول أو زاد الدوران الأولى بالمسند A و B يساوي صفر، الأول يساوي الثيتا من الافتراضي زائد الثيتا أو MA ألفا AA زائد MB ألفا AB اللي هي للنقطة A. النقطة B كذلك زائد دوران الحقيقي ثيتا B زائد MA في ألفا BA زائد MB في ألفا BB، ومحصل على معادلتين التوافق. توجد هاي المجاهيل الستة، اعتيادي ألفا AB يساوي ألفا BA وتوجدهن وتعوض، توجد العزوم والفائضة، ومن ثم تكمل تحليل العدد.